شكراً يا حجة. مستشفى الرنتيسي النصرة إن شاء الله. تفضل يا حجة. السلام عليكم. عليكم السلام. ذات الأورام يا حجة، مستشفى الأورام. إن شاء الله إن شاء الله صحيح. خير إن شاء الله بتتابع هناك. والله ابن بنتي هو مريض سرطان، عنده لوكيميا الدم في الغدد اللمفاوية. قديش عمره يا حاج الولد؟ هو طبق ال 14 سنة وهو مريض سرطان في 2020، وهي طبق في 2021 ال 15. إن شاء الله ربنا بيشفي لك إياه. صار يتابع يعني في المستشفى الرنتيسي، لكن ما تلقاش أي علاجات في هذه 10 شهور الأولى من شهر 1 لشهر 10. لحد يعني ما احنا عملنا مناشده للطفل، رغم انه كان تعبان، كان تعبان على اخر درجاته يعني. اوف، يتوجع لدرجه يروح ينام في الشفا من صراخ الوجع، من السخونيه، من قله المشي، من الحر، قله الحركه. انت قولي يا رب وخلاص. بعد ما قالوا العلاج هي متامن له متوفر له هانا، واجت العلاجات هان، بعدها قالوا لنا ما فيش اي علاج له. طب كيف بتسوي في حاله التنسيق يا حجه لما بدكم تطلعوا على الضفه؟ هو العلاج له، وبدأ العلاج المكثف إلى الدكتور. قعدنا أول فترة 3.5 شهور إحنا في المستشفى، ما طلعناش خالص منها. مين بروح معه يا حجة؟ أنا اللي بطلع معه. كل مرة أنت اللي بطلع معه؟ أنا كل مرة أنا اللي بطلع معه. مش متعب يا حجة عليك؟ مرات يعني ما تأخذنيش، أحياناً أجار الطريق دوبنا بنطلع فيه، يعني أجار الطريق اللي نروح فيها مثلاً نروح فيه. أحياناً لما بنطلع في السكن بطلبوا منا نشتري العلاج شرية. تكاليف. تكاليف يعني ما بتصير صعبة على مين؟ على أهل المريض يعني. ما تأخذنيش، مش كل واحد معاه اللي يقدر يجيب كل إشي وتكلفة. صحيح. عندك في نوعية علاج 300 شيكل حقه. شوفي في النهاية هو كل إشي بهون، المصاري بتهون، بس الولد بس يطيب ويشفى. يطيب ويرجع طبيعي. كل يعني هذا بنت يا حجة، هذا طبيعي. ربنا يشفي كل المرضى ويشفي ويشفي كل المرضى لأهليهم. هاي الرنتيس يا حجة، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا حجة، سلم ايديك يا ام. الله يسهل عليك. صح يا حاج، اطلع يا خال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكلك من حرب 2021؟ لا يا حاج، انا حرب 2011. هذا قديم انت. الى 10 سنين وصلوا. بترت رجلي ايامها وكان جسمي انا شايف من عند عيني هذه، والحمد لله من الله ما احلى. ايام قعدت 3 ايام في العنايه يعني، وانا قاعد. كانت حياتي صعبه جدا، ما طلعش من البيت ولا انزل ولا حاجه يعني. حتى فقدت عضو من اعضاء الجسم ايامها. في عملت مشروع انا عندي، كان عندي مشروع كيك اول والله. يعني بدايه الحمد لله انا وزوجتي طبعا. كيف يا حاج، في النهايه انا بدي اطوره يعني. رحت اجر هنا وهنا يعني، ما حد ساعدني ولا حد جنبي. كويس يعني تغلبت على حالك انت. رحت شريت عجانه 20 لتر وشريت فرن اكبر وشغلت حالي يعني. انا طورت من حالي والشغل عندي اتطور يعني بزياده الحمد لله يعني. صرت بالافضل والاحسن، صرت اروح واجي واطلع واضمن يعني. صرت اعتمد على حالك يعني. صرت خلاص اركن على نفسي واركن على حالي يعني. قديش تؤمرنا يا حاج؟ خلي علينا. الله يرضى عليك. والله العظيم الله يحفظك يا رب. شكل يعني. شكل تفضل. حياك الله. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب فيك. الله يرزقك ويفتحها عليك. وهيك عامل إشي على الفيس يعني؟ على عندي على صفحه مواقع التواصل يعني، على الفيسبوك في عندي صفحه جمانة كيك. يعطيك العافيه يا حاج. الله يعافيك. بارك الله فيك. حياك الله. حياك الله. الله يسعدك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسهل طريقك. السلام. تفضلي. شكلك رايح على الكورنيش على الصبح. بطلع كل يوم تقريبا. والله. لازم الواحد يفرغ، ملناش إلا الكورنيش في هالبلد. لكن عن قناعة يعني ولا عشان قصة كورونا وبدك تضيع وقت؟ الرياضة حلوة للجسم وللعقل وللصحة النفسية، كويسة كثير، خاصة في بلد زي بلدنا. إحنا يعني كل يوم عنا موال، قول من أول السنة إيش ضل ما صار لنا، بشتغل في إيش، في أشياء بتتعلق بالنساء وبالمرأة. بتشتغلي مع النساء والعنف والشغلات اللي زي هذه؟ أيوة بالتبعون. مشكلتنا مشكلة معاكم أنتم. ليش؟ يا عم أنتم ناس قادرين وناس
ايوه احكي الموالي للكل بش بحكي انه ماخذين حقهم ما عارف يعني لسه بدنا سنين ضوئيه لما ناخذ النساء حقهم مش هيك صار ثلثين المؤسسات نسوان تشتغل طب واحنا وين نروح انه اصلا النساء بشكلوش 14% من سوق العمل اللي قاعدين بتقولوا عنهم في كثير مهن قطاع غزه النساء ما بتشتغلها لانه مش لانها ما بتقدر تعملها بس لانه المجتمع بتقبلهاش فيها شفت اللي وحده بتشتغل ميكانيكا بتشتغل لا ما بتقدر في مطعم ما بتقدر ما بتقدر انت بتقول ما بتقدر بس كمان في ناس قدرت وعملتها بدول ثانيه حتى عاداتنا وتقاليدنا بترضاش زي موضوع عادات وتقاليد تمام بتقيد هذه الاشياء بس انه ما بتقدر وبتقدر لا هي قدرت في دول ثانيه فمعناها بتقدر عنا يعني يعطيك العافيه توكل على الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وجهك مش غريب علي. يعطيك العافية. أنا جيرانك أبو الحوف. أنا شفت الوجه عمال تدور. طيب هالقد وين ساكن أنت؟ والله هذا السكن قصة. كمان؟ طب أنت متضرر. لا أنا أول كمان في مشكلة؟ مشاكل. تعال أنت اليوم عندنا لغاية الآن هات الورق كذا، جيب ورق كذا، اعمل ورق كذا، بدنا طب أنا بني ادم كنت قاعد امن في بيتي الطيران القصف هدم بيتي قصه الاعمال لحتى الان يعني ما صار شيء فيها على هيك لحتى الان ولا شيء كله بطلب منك اوراق بطلب منك شغلات يعني شغلات تعجيزيه كمان لكن انا الوقت اللي هو ابني اللي كان في المحل وبنتي الصغيره الوقت عندي في البيت كان المفروض ان انا بدي بدور على بيت اكبر يعني في بداية الأمر تبقى مع الصدور حامية والجمعيات شغالة وهذا بتلاقيه اتصل فيك في كذا في كذا يعني بينه وبينك كان بحس الواحد حاله إنه أصبح إنه هو بده يدور على الجمعيات عشان ياخذ حقه أو بده يصير يجري زي الشحات عشان ايش ياخذ حقه أنت المتضرر صحيح مو بدك تراجع تروح تدور على الجمعيات وتسأل ليش ما نزلت ايش اسمه ولا يعني بتحس حالك إنه أنت فعليا مش هيك هو البيت برضه بده أجار يا عم ماشي هو البيت بده أجار بدك عفش طب أنا لليوم مش قادر أجيب عفش للبنات تمام يعني غرفة إلهم إنهم تفوت وشغلات زي هذه وحياة بنتي مشوا بعدين ما حدش بدور عليك بعد ما تهدى الأمور خلاص كل عام وأنت بخير خلاص قصة وتنسي لا يشعر الجرح إلا من به يعلم بده يصبر الواحد على الابتلاء اللي انبلاه صحيح وبدي اقول الحمد لله في النهايه هنا يعطيك العافيه يلا فطوم نروح ناخذ لفه على البحر خلصنا شغل وبدنا ايش نروح نكيف شويه على البحر